تشرف دائرة الإعمار الهندسي على مشروع محطة قطار الموصل، وإحنا بنسبة إنجاز حاليا 30%. آخر إنجاز سويناه إحنا صبينا سقف الصالة الرئيسية للطابق الأرضي، والعمل مستمر إن شاء الله. بالنسبة أنتم أهم المراحل اللي أكملتوها هاي 30%؟ والله مراحل تقدم العمل الموجودة حاليا هي أعمال إنشاء الهيكل الرئيسي للبناية. نعم. بالنسبة للمعوقات اللي تواجه المشروع شنو هي؟ حاليا ما عندنا معوقات، لأن التصاميم كاملة والشركة منفذة مستمرة بالعمل. نعم. المواد اللي مستخدمة أنتم جاهزين منكم لو تنتظرون بعد؟ لا المواد المستخدمة كلها تقريبا محلية، بالنسبة لحديد التسليح والكونكريت المستخدم، والكوادر الفنية اللي تشتغل أيضا من كوادر الموصل. مدة المشروع 800 يوم، فإحنا مع نهاية السنة 24 تقريبا يخلص العمل.